لابد من رفع الهمم أيها الأفاضل، نحن في زمن غربة والفتن مقبلة، لابد من التسلح بالعلم والسنة. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة دعوة عظيمة، يستحب للمسلم أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة المباركة تحدد للمسلم أهدافه في يومه، وأن المسلم ليس له في يومه إلا ثلاثة أهداف: العلم النافع، والرزق الطيب، والعمل المتقبل. وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأن العلم أساس لا بد منه في معرفة الأمور والتمييز بين طيبها وخبيثها، صالحها وطالحها، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان العلم النافع إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان الرزق الطيب من الخبيث، ولا العمل الصالح من غيره إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع نور وضياء لصاحبه.